التطورات في القدس ترخي بثقلها على مختلف الملفات الساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووسط التوتر الحاصل ترجئ المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة البت في إخلاء منازل فلسطينية بحي الشيخ جراح في مدينة القدس، في خطوة لم تنجح في تهدئة الشارع وسط إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في البناء في القدس. في هذا الحوار من غرفة الأخبار سنتطرق للتطورات المتفاعلة في مدينة القدس مع التركيز على المواقف العربية والدولية الداعية إلى ضمان عدم التصعيد. هل تنجح الضغوط الخارجية في وقف المخططات الإسرائيلية؟ قبل ذلك معنا من القدس مراسلنا نضال كناني، ومعنا من غزة مراسلنا محمد المشهراوي، وسينضم إلينا بعد قليل مراسلنا في عمان نايف مشاقبي. سأبدأ معك نضال، مساء الخير. تحدثنا في الساعة الماضية عن تصاعد التوتر من جديد وربما الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط الحرم الشريف. ضعنا في صورة ما يجري الآن نضال. نعم مهند، المواجهات هنا ما زالت مستمرة في منطقة باب العمود، بل بتزداد حدة في نصف الساعة الأخيرة. شهدنا استخداما مكثفا لقنابل الصوت التي يتم إلقاؤها بشكل عشوائي على تجمعات المواطنين هنا. أنوه إلى أن هذه المواجهات تجري بالتزامن مع خروج المصلين من الحرم القدسي من صلاة التراويح. شهدنا أيضا استخدام القوة ضد هؤلاء السيارة التي ترش المياه العادمة. شهدنا كيف قامت برش الحافلات التي تنقل المصلين إلى بيوتهم. هنا يوجد مواجهات كل الوقت كما ترون الآن، هنالك مواجهات في منطقة باب العمود مباشرة. أيضا رصدنا وجود قوات لشرطة الاحتلال المزودين بالأسلحة النارية والأسلحة التي تطلق العيارات النارية المغلفة بالمطاط. هنا الأمور محتدمة، هنالك حالة من التوتر الشديد في المنطقة. هذه ليست المواجهات الوحيدة في القدس، مساء اليوم كانت هنالك مواجهات أيضا في منطقة العيسوية شمال القدس، وكانت هنالك إصابات واعتقالات. أيضا في الداخل الفلسطيني هنالك تظاهرات في مدينة حيفا، جرت مظاهرة وتم اعتقال 15 متظاهرا في المدينة. أيضا في مدينة الناصرة كانت هنالك تظاهرة شارك فيها المئات. هذا هو التخوف الإسرائيلي من امتداد هذه المواجهات وهذه التظاهرات إلى الكل الفلسطيني في الداخل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الكثير من التوتر في المنطقة، تشاهدون الآن اعتقالات مباشرة هنا في منطقة باب العمود ومحاولة فض هذه التظاهرات هنا عبر إطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز والرصاص المطاطي ربما في بعض الأحيان. شهدنا الآن اعتقالات لعدد من الشبان في المنطقة. شرطة الاحتلال تتصرف بقوة مفرطة مع هؤلاء الشبان هنا في منطقة باب العمود. هنالك الكثير من التوتر في الأجواء، هنالك تعزيز للقوات كل الوقت، والمشكلة أن هذا المشهد سيتكرر وبقوة أكبر بكثير في يوم غد مع طيب قبل أن ننتقل إلى يوم الغد، طبعا تتحدث عن المسيرة التي يعتزم المستوطنون القيام بها داخل البلدة القديمة. دعني أسألك نضال، أنت الآن في محيط باب العمود، هل هذه هي البؤرة الوحيدة المشتعلة الآن أم أن هناك نقاط أخرى سواء داخل سور البلدة القديمة أم في محيط الحرم التي تشهد أيضا توترات من هذا النوع؟
حاليا يعني المواجهات القوية تتركز هنا في منطقة باب العمود وشارع سلطان سليمان، وأيضا باتجاه شارع صلاح الدين في منطقة باب الزهري غير بعيدا عن هنا. هنالك مواجهات متقطعة في منطقة الطور ومواجهات في منطقة العيسوية، هذا ما وردنا لغاية الآن، لكن الأمور طبعا تتطور من دقيقة لأخرى. يمكن أن تنشب بعض المناوشات بين الحين والآخر في كافة أنحاء القدس، هنالك استنفار للشبان والمواطنين وأيضا لشرطة الاحتلال. هنالك الآن يتم إلقاء قنابل الصوت باتجاهنا غير بعيد عنا، كما قلت بشكل عشوائي ودون تمييز بين المتواجدين هنا. أيضا رصدنا قبل قليل وقوع ربما بعض الإصابات، وشهدنا قيام سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بنقل بعض الجرحى من المنطقة. حاول الشبان هنا إشعال متاريس ربما في الطريق لمنع شرطة الاحتلال من التدخل والوصول إليهم. هنا المنطقة ما زالت تشهد عدة بؤر للمواجهات، عمليا المواجهات تتوزع على منطقة واسعة هنا من منطقة باب العمود في منطقة المصرارة، منطقة شارع السلطان سليمان. كما قلت هذا ما سيجري غدا. قائد شرطة القدس صرح قبل ساعة تقريبا بأنه لا يرى مانعا من أن تقوم مسيرة المستوطنين غدا من دخول البلدة القديمة رغم كل ما نراه الآن، والآن القرار بيد المستوى السياسي في إسرائيل لتقرير مسير هذه المسيرة، لكن الدعوات من قبل بعض القيادات السياسية في إسرائيل خاصة في اليمين الإسرائيلي تقول بأن تأجيل أو أي تغيير على جدول أعمال هذه المسيرة سيعد على أنه رضوخ من قبل الحكومة الإسرائيلية وأنها تعارض مثل هذا القرار. من المفترض أن تجري الليلة مشاورات سياسية على أعلى المستويات في إسرائيل، من المفترض أنه صباح الغد سيتم اتخاذ القرار النهائي أولا حول مسار هذه المسيرة المقررة وأيضا حول الاقتحامات الصباحية للمستوطنين للمسجد الأقصى. بعض التقارير تقول بأنه ربما سيتم تقليص عدد المستوطنين الذين سيقتحمون الحرم القدسي، وربما تقليل المساحة أو تقليص المساحة التي سيدخلون إليها داخل الحرم القدسي، لكن لا يوجد أي تغيير جوهري على خطط إسرائيل للغد. الأمور مرشحة للتصاعد طبعا مع كل هذه المعطيات. طبعا الاقتحامات التي تحدث عنها نضال هي اقتحامات يومية بمعزل عن هذه التوترات المتصاعدة في شهر رمضان. هناك فترات زمنية يسمح لغير المسلمين بدخول الحرم الشريف ويستغلها المستوطنون والمتطرفون اليهود ويدخلوا إلى باحة الحرم في يعني مسيرات استعراضية ومسيرات استفزازية حقيقة للمصلين في محيط المسجد الأقصى. شكرا جزيلا لك نضال. أنتقل الآن مباشرة إلى غزة، معنا من هناك مراسلنا محمد المشهراوي. محمد مساء الخير، كان هناك أيضا تصاعد للتوترات في القطاع هذا المساء، كان هناك إغلاق للمجال البحري لقطاع غزة وأيضا إطلاق مقذوفات وبالونات حرارية باتجاه من القطاع باتجاه المناطق المحاذية من إسرائيل. ضعنا في صورة ما يجري هذا المساء محمد. الإيحاء
حالة التوتر الأمني الحاصل في القطاع على خلفية ما تشهده مدينة القدس. الأمر مرتبط ارتباط وثيق بالأحداث الجارية والصورة التي نشاهدها الآن من باب العمود. هذا الأمر ينعكس مباشرة على الأرض في غزة وبوتيرة متصاعدة من التوتر الأمني والميداني على الحدود وتحديدا عند السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل. في هذه اللحظات يتظاهر عشرات الشبان الفلسطينيون في أكثر من منطقة وأكثر من نقطة للتظاهر، ويشعلون الإطارات ويلقون الحجارة على المواقع العسكرية الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك نسمع صوت انفجارات قوية بين حين وآخر من تلك المناطق. نشاهد في السماء أحيانا قنابل إنارة يطلقها الجيش الإسرائيلي لكشف مناطق المتظاهرين. إذن منطقة متوترة جدا، يعني مشهد يعود إلى قطاع غزة بعد غياب حوالي عامين كان ضمن ما عرف بمسيرات العودة، وتلك المسيرات التي توقفت أثر اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل. الليلة تعود هذه التظاهرات بقوة وبشكل عنيف جدا وسط دعوات لزيادة الضغط الميداني على الجيش الإسرائيلي في إطار التضامن والردود الميدانية مع الفلسطينيين في مدينة القدس وتحديدا حي الشيخ جراح. هذا الوضع شرقا. لو اتجهنا إلى الغرب في مدينة غزة، فالجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا مساء اليوم بإغلاق البحر بشكل كامل، ردا كما يقول على إطلاق فلسطينيين بالونات حارقة خلال ساعات النهار انطلاقا من القطاع، وتسببت تلك البالونات بعدة حرائق في أحراش زراعية في قريبة من قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي أبلغ صيادين الفلسطينيين بإغلاق البحر، ويقوم حاليا في هذه اللحظات تقوم قوات البحرية الإسرائيلية بملاحقة قوارب الصيد الفلسطينية وترغمها على مغادرة البحر بالقوة كما أفاد نقيب الصيادين نزار عياش قبل قليل. أيضا سجل عقب القرار الإسرائيلي بإغلاق البحر بشكل كامل عملية إطلاق قذائف صاروخية، تحديدا 3 قذائف أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان التي تبعد حوالي 20 كيلومترا شمال قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض قذيفتين من هذه القذائف 3. عملية إطلاق القذائف الصاروخية تشير أيضا إلى تصاعد حدة التوتر الأمني، وتحديدا عندما نتحدث عن إطلاق القذائف تجاه مدينة مثل عسقلان فالأمر غير مألوف كما جرت العادة بإطلاق قذائف عندما يكون التوتر محدود. يكون إطلاق القذائف باتجاه المواقع العسكرية أو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع والقريبة منه، لكن الليلة نشهد زيادة في مدى هذه القذائف حتى هذه اللحظة. بين الشرق المتوتر عند السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وبين الغرب حيث البحر المغلق هنا داخل المدينة ربما صورة مختلفة. بايع بعض الشيء نريكم جانبا منها، حيث لا زال أعداد كبيرة من الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة يعني يتسوقون استعدادا للعيد، عيد الفطر، والأسواق لا تزال مكتظة. ربما في مشهد يعني يرسله الفلسطينيون في كل موجة تصعيد مع إسرائيل بأنهم بالتوازي مع انشغالهم بالقضايا التي هي على علاقة بالأمور الوطنية وحالة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، هنا يعني رسالة تؤكد تمسكهم بالحياة واستعدادهم لكل مظاهر الحياة التي يتطلعون إليها بالرغم من هذه التوترات التي تخيم على حياتهم بين حين وآخر. شكرا جزيلا لك محمد مشهراوي مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من غزة. الآن ننتقل إلى عمان في الأردن، عمان التي شهدت اليوم أيضا بعض الفعاليات. كان هناك تظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، وكان أيضا هناك استدعاء للقائم بالأعمال أعمال السفارة الإسرائيلية في عمان من قبل وزارة الخارجية. معنا الآن مراسلنا نايف مشاقبة من عمان. نايف مساء الخير، ضعنا أيضا في صورة ما يجري سواء على الصعيد الميداني في بالنسبة لهذه التظاهرة أو على الصعيد الدبلوماسي الذي تسعى الحكومة الأردنية للقيام به واستغلال هذا المسار لربما وضع حد لهذه التوترات في المدينة المقدسة. دعنا في صورة ما يجري نايف.
مساء الخير مهند. يعني باعتبار الأردن هو صاحب الوصاية والولاية على القدس والأماكن المقدسة في القدس، وباعتبار أن المسجد الأقصى ومساحته 144 دونم هي وقف خالص للمسلمين ويتبع حصرا لدائرة أوقاف القدس والتي تتبع أيضا حصرا لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالتالي كان هنالك اشتباك دبلوماسي على مدى الأيام الماضية من جانب الأردن مع السلطات الإسرائيلية، تمثل في مذكرات احتجاج وتمثل أيضا في رسالة احتجاج اليوم كما بعثتها وزارة الخارجية الأردنية إلى نظيرتها الإسرائيلية، وأيضا تمثل في اتصال هاتفي مهم كان من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا الحراك وهذا الاشتباك الدبلوماسي أكد على رفض القرارات التي تتخذها أو التي ستتخذها إسرائيل بتهجير أهالي حي الشيخ جراح. هذه القرارات تعتبر وفق للتحرك الدبلوماسي الأردن مخالفة للقانون الدولي وأيضا مخالفة للقانون الدولي الإنساني. المذكرات الأردنية والرسائل والاحتجاج والحراك الدبلوماسي الأردني أكد أن أهالي وسكان حي الشيخ جراح هم يقيمون بشكل قانوني، وأن البيوت التي يسكنون فيها تم تأجيرها لأربابهم في عام 1956 بموجب عقود واتفاقيات وقعت بين وزارة التعمير والإنشاء في ذلك الوقت وبين أهالي وأجداد هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إسرائيل القدس هي محتلة وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل ترحيلهم أو تهجيرهم، وهذا الأمر مخالف للقانون. الدبلوماسية الأردنية نشطت في عدة اتجاهات، في الداخل الفلسطيني نشطت وأيضا اتجاه إسرائيل من خلال مذكرات الاحتجاج، وأيضا البرلمان الأردني اليوم حصل على موافقة بدعوة البرلمان الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع بجلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات على الفلسطينيين. الاجتماع وفقا للبرلمان الأردني سيعقد خلال يومين في القاهرة. هنالك أيضا حراك شعبي يوم الجمعة، كان هنالك مسيرة عند المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، اليوم كان هنالك وقفة احتجاجية لعدد من النشطاء بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان. هذه الوقفات طالبت بطرد السفير الإسرائيلي بإلغاء معاهدة السلام بين الأردنيين والإسرائيليين، ولكن الاحتجاج الرسمي الدبلوماسي كان واضحا وكان رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي، مفادها أن هذه القرارات وهذه الانتهاكات وهذه الإجراءات التي تتخذها سلطات إسرائيل بصفتها قائمة على احتلال القدس هي مخالفة للقانون، هي ليس لها أي تبعية قانونية. وأيضا مذكرات الاحتجاج والنشاط الدبلوماسي الأردني أكد بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس، لأن القدس هي مدينة محتلة وتخضع للاحتلال، وبالتالي لا تنطبق عليها مفاعيل المحاكم الإسرائيلية. الأردن معني بشكل كبير بما يجري في القدس، وأكد دعمه للفلسطينيين، أكد ضرورة كف إسرائيل انتهاكاتها للمصلين وللقدس، باعتبار أن القدس كما قلت هي تدار من الأوقاف الإسلامية الأردنية ومن وزارة الأوقاف تحديدا، وأن مساحتها 144 دونم هي وقف حصري خالص للمسلمين، وأيضا أنها تدار من قبل الوصاية والرعاية الأردنية. بالتالي هنالك حراك دبلوماسي وهنالك أيضا حراك شعبي بالتوازي، وهذا الحراك يطالب بوقف إسرائيل لانتهاكاتها، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات لأنها مخالفة للقانون ومخالفة لحقوق الإنسان ومخالفة أيضا لقرارات الشرعية الدولية. شكرا جزيلا لك نايف مشاقبة، مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. ونتابع طبعا هذه الصور أيضا على الشاشة لما يجري هذا المساء في القدس في منطقة باب العمود تحديدا، تجدد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. الآن لمزيد من التحليل ولمناقشة تداعيات ما يجري وما جرى في خلال شهر رمضان المبارك على الصعيد السياسي وما المرتقب والمنتظر في الفترة القادمة، ينضم إلينا الآن من عمان أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية دكتور حسن المومني، ومعنا أيضا من القدس الكاتب والباحث السياسي إلي نيسان. مرحبا بضيفي. أستاذ إلي دعني أبدأ معك، ليلة أخرى على ما يبدو يرتفع فيها منسوب التوتر في القدس، تابعت معنا هذه المواجهات، وغدا أيضا مرتقب ربما أن تزداد حدة التوترات، إلى أين تتجه الأمور برأيك أستاذ إلي، وكيف يمكن بالفعل وقف هذا التوتر وإنهاء المسألة بشكل مقبول للجميع؟ نعم، إذن هناك نقطتان. النقطة الأولى أن بناء على طلب رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غانتس وبوساطة المستشار القضائي للحكومة، تم إرجاء النقاش الذي كان من المقرر عقده يوم غد
في محكمة العدل العليا بهدف تهدئة الخواطر. نقطة ثانية، أن هناك كل ما يتعلق برقص الأعلام الذي اعتدنا أنه في توحيد شطري أورشليم القدس تقام ما يسمى رقص الأعلام في إسرائيل في أورشليم القدس، ولكن هناك رغبة. أولا سيكون يوم غد تقييم بالأوضاع حول إذا الشرطة تسمح بإجراء هذا الرقص وهذه المسيرة، وإذا تسمح بهذه المسيرة طبعا المسيرة ستكون مقلصة خلافا لما كانت عليه في السنوات طبعا الأخيرة. دعنا فقط نوضح أستاذ إلي، نحن نتحدث عن مسيرة يعتزم المستوطنون اليهود القيام بها داخل أسوار المدينة القديمة. نتحدث عن منطقة غالبيتها الساحقة من الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، تعتزم هذه المجموعة تنظيم مسيرة فيها، ومن هنا المخاوف من أن تؤدي مثل هذه المسيرة إلى تأجيج الأوضاع من جديد ورفع مستوى التوتر. تفضل أستاذ إلي، كمل الفكرة قبل أن أنتقل إلى الدكتور حسن. الآن أولا نريد أن أحد في إسرائيل وفي الحكومة الإسرائيلية لا يريد سماح الله بالمس بمكانة الحرم القدسي الشريف، وعندما يدخل المشاغبون إلى حرم القدس الشريف المفرقعات والحجر بهدف إلقاء هذه المفرقعات على رجال الشرطة طبعا لا يكون مفر إلا من مهاجمة هذه المجموعة من المشاغبين. ثانيا أنا أريد أن أقول للصحفي الأردني مع كل الاحترام أن إذا أنتم تحترمون المحاكم في الأردن طبعا هناك محاكم في إسرائيل، المحاكم الإسرائيلية هي التي تقرر مصير بس هذه مسألة. أنت تشير إلى مراسلنا أستاذ إلي، تشير إلى مراسلنا نايف مشاقبة، هو تحدث عن هذه المسألة. لا أنا أشير إلى مراسلكم أستاذ مهند. أنا أريد أقول بكلمة واحدة مع كل الاحترام للأردن، مع كل الاحترام للأردن، من الذي منع من اليهود، من الذي لم يحترم القوانين الدولية قبل عام 67؟ طيب أستاذ إلي، حتى لا نعود يعني في هذا النقاش إلى التاريخ. لا لأنه هذا لم يأخذنا إلى مكان أستاذ إلي. ما أشار إليه ليس نقاش، بس خليني أوضح نقطة. لا أستاذ إلي خليني بس أوضح. هذا ليس نقاش منصف. ما أشار إليه مراسلنا نايف قبل قليل، أنت سمحت الكل يتحدثون بشكل مطلق. لا طيب ما تحدث عنه مراسلنا في عمان قبل قليل هو أن القدس الشرقية من منظور دولي هي منطقة محتلة، وبالتالي القضاء الإسرائيلي والإجراءات الأحادية الإسرائيلية لا تنطبق عليها. هذا ما أشار إليه مراسلنا قبل قليل. أكمل الفكرة أستاذ إلي حتى أنتقل للدكتور حسن بسرعة. صحيح. خلاص طيب دكتور حسن، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. نتحدث عن يعني تصاعد منسوب التوتر في هذه الأيام في القدس بشكل خاص، الآن في عمان أيضا الدبلوماسية الأردنية على ما يبدو نشطة، هناك استدعاء للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، هناك تظاهرة شهدها محيط السفارة الإسرائيلية في عمان. إلى أين تسير الأمور بين البلدين، بين الأردن وبين إسرائيل؟ العلاقة ليست في أفضل أحوالها، العاهل الأردني في فترة من الفترات وصفها بأنها سلام بارد أو فترة فاترة من العلاقات، كيف تسير الأمور على هذا المستوى برأيك؟ مساء الخير لك وعلى المشاهدين الكرام أستاذ مهند. لا شك منذ توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اللي هي كانت من ضمن عملية سلام شاملة عربية بما فيها المسار الفلسطيني الإسرائيلي في هذا الأمر، وهذه العملية السلمية كانت قائمة على أسس الشرعية الدولية 242338 وأيضا مبدأ الأرض مقابل السلام. وحقيقة الأردن وإسرائيل في المعاهدة الأردنية الإسرائيلية تحدثوا عن أن المعاهدة هي جزء
من عملية سياسية عملية سلمية شاملة قائمة على هذه القرارات الشرعية الدولية. الآن منذ تلك الفترة إلى الوقت الحالي لا شك أن غياب السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يلقي بظلاله السلبي على العلاقة الأردنية الإسرائيلية. وفي هنالك معضلة بالنسبة للأردن، معضلة إدارة العلاقة مع إسرائيل في ظل غياب العملية السلمية الإسرائيلية. خاصة هنا أنا تحديدا بتحدث عن مسألة التعاطي مع حكومات اليمين الإسرائيلية. حكومات اليمين الإسرائيلية تنصلت للسياقات القانونية وحتى للسياقات السياسية والاتفاقات اللي اتفقت فيها مع الفلسطينيين بهذا الأمر. كلنا يعلم بأن بعد أوسلو جرى اعتراف متبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي هنالك اتفاقيات كثيرة بالمناسبة تعتبر أن القدس وبالذات القدس الشرقية هي محتلة ومختلف عليها في هذا الجانب، وهي من قضايا الوضع النهائي. هلا ناهيك عن القانون الدولي، القانون الدولي في هنالك عشرات قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تعتبر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي أرض محتلة، وأن إسرائيل قوة قائمة على الاحتلال. وبالتالي إذا الآن القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية أرض محتلة، كيف للمحاكم الإسرائيلية أن تبني على شيء؟ هذه هي النقطة التي حاولت أن يعني أشير إليها قبل قليل دكتور حسن. بالمناسبة المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أشار إلى هذه النقطة في بيان اليوم، يقول تحديدا: نود أن نشدد على أن القدس الشرقية تبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، على القوة المحتلة احترام الملكية الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها. أعود إليك أستاذ إيلي، يعني إذن نحن نتحدث عن هذه الوضعية، وضعية القدس الشرقية من كل وجهات النظر، القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن إلى آخره، مواقف الدول، معظم الدول ما تعتبر أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة، ومن هنا الخلاف حول هل بالإمكان تطبيق مقررات القضاء الإسرائيلي سواء المتعلقة بحي الشيخ جراح أو غيرها على هذه المناطق. هذا هو الخلاف الأساسي أستاذ إيلي. طيب أنا بس أطلب منك أن تعطيني السماح لي أتكلم بطلاقة مثل ما تعطي كل الضيوف، لأنك أنت تقاطعني كل جملة. الآن أنا أريد أن أقول لضيفك في عمان، من الذي فتح بالحرب عام 67 ضد إسرائيل؟ عندما طلبت إسرائيل من الأردن عدم نشوب الحرب مع إسرائيل، ولكن الملك حسين الراحل هو اقتنع من عبد الناصر بانه احتلنا دولة اسرائيل، ولذلك عليك ان تنضم الينا. اليوم بعد ما خسر حسين الضفة الغربية مع كل الاحترام، وخسر اورشليم القدس، واورشليم واسرائيل طبقت القانون الاسرائيلي على اورشليم القدس، اليوم اورشليم القدس هي جزء لا يتجزأ من اسرائيل. وكل القرارات الدولية، إذا كان الاتحاد الأوروبي وإذا كان إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مع كل الاحترام هناك قانون إسرائيلي الذي يطبق اليوم على أورشليم القدس، وأورشليم القدس اليوم تعتبر جزء لا يتجزأ من إسرائيل. ومع كل الاحترام للأردن، مع كل الاحترام للأردن الذي يقول اليوم أن أورشليم القدس هي عاصمة وعاصمة، أنا أسأل سؤال بسيط: إذا أورشليم القدس كانت فعلا عاصمة وهي مهمة للأردن، لماذا لم تكن في حينه عاصمة للأردن، وإنما الأردن اختار أن عمان ستكون عاصمة للأردن؟ بس ما يعني مع كل الاحترام للأردن التي تهدد بقطع العلاقات، نتحدث عن أراضي محتلة. لا أخلط الأمور، لا أخلط الأمور، هذا الواقع. طيب هذا الواقع من وجهة نظرك. دعنا يعني نذهب إلى نقطة أخرى ونرى إلى أين الأمور تتجه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في هذه الأجواء المتوترة ويقول: إسرائيل ترفض بشدة الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس. أقول أيضا لأفضل أصدقائنا: القدس عاصمة إسرائيل، وكما يبني كل بلد في عاصمته ويبني عاصمته، لنا أيضا الحق في البناء في القدس وبناء القدس. ألا ترى أنه مثل هذه المواقف أستاذ إيلي، خاصة في هذه الأجواء المتوترة حيث يسعى الجميع إلى التهدئة،
مثل هذه المواقف تزيد الأمور تأجيجا، لا تساعد، لا تخدم، ولا بالتأكيد لا تدفع الأمور نحو التهدئة. ما رأيك في ذلك؟ لا شك أن عندما كان يأتي جو بايدن إلى إسرائيل، كانت اللجان المختلفة في بلدية أورشليم القدس تقرر بإنشاء منازل جديدة. أعتقد أن هذه الخطوة كانت خطوة خاطئة، لأن ليس من الممكن أن عندما يأتي نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل تقوم اللجان المختلفة بالإعلان عن بناء شقق سكنية جديدة. أما بكل ما يتعلق بهر حما، أنت تعلم سيد مهند أن هر حما هي جزء لا يتجزأ من أورشليم القدس، وهي حرة هي جبل أبو غنيم، حي جبل أبو غنيم، مش هيك قبل أن يتم أبو غنيم في العبراني تقول هر حما أبو غنيم. أوكي. وعندما كانت الإدارة الأمريكية في التسعينات ضد بناء ضد بناء هذا الحي، في حينه نتنياهو قال أننا نبني في هذا الحي. اليوم الحي تم بناؤه، وإضافة 400 منزل جديد مع كل الاحترام، هذا هو لا أعتقد أنه هو السبب بما يسمى انتفاضة أو مشاكل أخرى التي كما نراها اليوم. اليوم كل الأمور تدور حول إمكانية المس، لا سمح الله، المس بمكانة الحرم القدسي الشريف. أنا أقول أن في أورشليم القدس هناك حرية العبادة لكافة الأديان السماوية، ولم يمنع أحد من إذا كان المسلمين أو المسيحيين ولكن أو اليهود من أداء الصلاة. وضعت كما شاهدنا في الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان، هناك قيود واضحة أستاذ، ليس على الكل وإنما فقط على المشاغبين. نتحول إلى الموضوع السياسي فيما يتعلق بالفترة القادمة دكتور حسن. يعني هذا التصعيد المتزايد على الأقل حتى الآن، تابعنا الليلة أيضا ما يجري في محيط باب العمود وفي مناطق أخرى، هل برأيك الأمور آخذة إلى التصعيد؟ وكيف يمكن لكل هذه المواقف الدولية على الأقل التي عبرت عن رفضها لما يجري في القدس وللإجراءات الإسرائيلية أن تساعد في خفض مستوى التوتر وربما التهدئة في الفترة القادمة؟ أنا بتقديري الخاص ما حصل وما يحصل في القدس أعاد القضية الفلسطينية إضافة إلى التحركات الدبلوماسية السابقة إلى عادها إلى المشهد في هذا الجانب. وأعتقد على المجتمع الدولي الآن أن يتحمل مسؤوليات، وأضف إلى ذلك على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يصلوا إلى نتيجة أنه لا مفر حقيقة من عملية سلمية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف كلها بهذا الجانب. هنا الفلسطينيين اشتبكوا مع العملية السلمية منذ تسعينيات القرن الماضي ولحد الآن، الوضع نفس الوضع، هنالك قوة إسرائيلية احتلالية. وبالمناسبة هنا خلينا الجانب القانوني على جنب، حتى في السياق السياسي، ألم توقع الحكومات الإسرائيلية اتفاقيات مع الفلسطينيين واعتبرت من خلالها أن القدس حالة خلافية وهي قضية خلافية من قضايا الوضع النهائي بهذا الجانب بهذا الاتجاه؟ حقيقة اليمين الإسرائيلي وحكومات اليمين بالذات نتنياهو هم جزء من المشكلة لا جزء من الحل. فبالتالي أعتقد أنه ما حصل في القدس بغض النظر، هنا لا ندعو إلى مسألة تطرف وكل الجرم، لكن أنا بالتقدير الخاص ما حصل في القدس وما يحصل في القدس هو حالة صحية تذكيرية لهذه الحكومات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين موجودون ولا يمكن تجاهل في هذا الأمر، وأن السبيل فقط هو في سياق عملية تفاوضية. حتى بالنسبة للإدارة الأمريكية بالرغم حسين، لا تقاطعني خليني انا ما قطعتك ولا اي شيء، خلينا اتحدث. سؤال سيد حسين، سؤال بسيط، عندما تتغير الحكومة وليس ولن يكون نتنياهو في الحكم، خليني اكمل وتابع كلامي. ما تدخلت فيك. العالم كله يعترف بان اسرائيل هي قوة احتلال بهذا الجانب. كثير من الجماعات السياسية الإسرائيلية اعترفت بان الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة بهذا الجانب بهذا الاتجاه. لماذا هذه المماطلة؟ اليمين الإسرائيلي والحكومات اللي متطرفة تسابق الزمن لخلق واقع
حقيقة يفرق الموضوع الفلسطيني، وهذه السياسات لم تؤتي ثمارها، على العكس الفلسطينيين باقون. طيب. الآن بالنسبة للأردن، أنت تحدثت عن 67، يا أخي ما هو في التسعينات وفي 94 يفترض أننا تجاوزنا هذا الأمر، وأن هنالك عملية سلمية أردنية إسرائيلية، وهنالك عملية سلمية إسرائيلية فلسطينية. جاء نتنياهو في 96 وخرب كل الدنيا وتنصل عن كل هالاتفاقيات، وأنت تعلم أنه عندما جاء على خلفية الكل. ما يسمى to lower the expectations اللي هو تقليل توقعات، سقف التوقعات الفلسطينية. أين الواي ريفر؟ أين اتفاقيات الخليل؟ أين اتفاقيات أوسلو؟ أين التفاهمات اللي حصلت؟ يعني هي النقطة الأساسية التي تشير إليها دكتور حسن، هي أنه القدس الشرقية هي تبقى من قضايا الوضع النهائي، وبالتالي أي إجراء أحادي يعني ينتهك أو يعني يعرض هذه المسألة للخطر. أستاذ إلي، دعني أعود إليك أيضا في الوقت المتبقي، بدنا نحكي شوية عن ردود الفعل الدولية. بس سؤال قبل سؤال إلي ولا للدكتور حسن؟ بس سؤال أوجهه إلى حسن، سؤالي لو أوجهه حسن. في هذه الأيام أو في هذه الساعات تجرى محادثات حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة برئاسة بنت، وعندما وربما نتنياهو سيتم إزاحته من الحكم. وأنا أريد أسأل حسن، لمن توجه إصبع الاتهام؟ إلى رابيد؟ إلى بنت؟ إلى سعر؟ إلى من؟ لأن تكون حكومة جديدة، وهذه الحكومة تستمر في السياسة التي هي كما هي نراها دكتور اليوم حسن، شو رأيك؟ ونراها في المستقبل. سؤال مهم، في يعني هناك ربما انتخابات جديدة قد تؤدي إلى حكومة جديدة بقيادة هذه الشخصيات التي أشار إليها الأستاذ إلي. نعم، هذه شخصيات يمينية تتسابق حقيقة على اقتضام الأرض الفلسطينية. هنا أتحدث وأنا تحدثت عن يمين إسرائيلي بهذا الجانب، هنا أتحدث عن للأسف معسكر السلام في السنوات الأخيرة تقلص في إسرائيل للأسف بهذا الجانب، والجميع يعلم أن هنالك يمين يتنافس بهذا الجانب. أنت تتحدث عن عملية سلمية منذ أكثر من 25 عام أو أكثر بهذا الجانب. طيب. اليمين الإسرائيلي هو من دمر. أنا هنا أيضا مش في مسألة أن الجانب العربي أو طيب. الجانب الفلسطيني، في هنالك مشاكل عند الفلسطينيين بهذا طيب. الأمر. دكتور حسن، لكن للأسف وقتنا أدركنا، بدي أشكرك الدكتور حسن. لا أسمع منك جواب صريح. أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية، أستاذ إلي عندك تعليق في 10 ثواني. طيب. أنا أقول أن الـ على الكل، إذا كان الأردن أن يوجه إصبع اتهام إلى حركة حماس، لأنها حركة حماس تريد تأجيج الخواطر وإشعال المنطقة. طيب. وعلى الأردن أن لا يساعد، وعلى أبو مازن لا ينضم إلى حركة حماس بهذا الموضوع، لأن أحد لا يريد لا سمح الله المس بمكانة الحرم القدس الشريف، لأن حرم القدس الشريف هو شيء عزيز ووقار للشعب الإسرائيلي أيضا. ولذلك على الأردن وعلى أبو مازن لا ينضم إلى حركة حماس التي تريد إشعال المنطقة بسبب إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في 22 من شهر الجاري. شكرا لك الأستاذ إلي نيسان، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من القدس. وأشكر ضيفنا من عمان مرة أخرى الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. شكرا لكم.